اهلا بيكم في معبد فيلا اسوان. نورت اسوان والنوبه، ان شاء الله دائما نشوفك على خير يا امين يا حبيب، موفق في حياتك دائما ان شاء الله. معبد فيلة من أجمل الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر حرفيا. معبد فيلة ورايا أهو، ده معبد فيلة. المعبد اللي بناه البطالمة وسموه معبد فيلة، فيلة يعني معناها الحبيبة أو المعشوقة، والاسم ده خصوصا بيرمز للإلهة إيزيس. المكان الرئيسي اللي كان للمعبد كان جزيرة بيجا، والجزيرة اللي احنا عليها دلوقتي جزيرة جيليكا. تم إجراءات نقل المعبد سنة 1972 وانتهوا منها سنة 1980، والمعبد اتفتح بشكل رسمي سنة 1981. عملوا ساتر حديدي حوالين المعبد، وبعد كده بعد الساتر الحديدي يحجز المية ما يخدش المعبد، طلعوا المية اللي كان جوا المعبد اللي هو رواسب النيل اللي هو الاسود ده مثلا، نظفوا فيه خدت سنتين. بعد كده قطعوا المعبد ل 43 ألف قطع، لوكات كبيرة، وأجداد اشتغلوا وأبوات اشتغلوا فيه. وطبعا العملية دي كلها تمت بواسطة منظمة اليونسكو. ودي صالة الأعمدة الأولى، بتتكون من 32 عمود و16 عمود، وفي الوش وفي الواجهة بنلاقي الصرح الأول، والثالوث المقدس للآلهة هنا هم إيزيس وأوزوريس وحورس. آلهة السماء نوت تزوجت من إله الأرض جيب، وأنجبوا إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. وإله الشر ست ما كانش بيحب أخوه إله الخير أوزوريس، وهو علشان يخلص من أخوه فعمل حفلة كبيرة وصنع فيها تابوت علشان يخلص من أخوه بأسلوب ذكي بمساعدة الأمراء اللي معاه. وهي طبعا الحيلة منه كانت ذكية، إن هو التابوت اللي عمله كان على مقاس أخوه بالظبط، وعلشان الموضوع ما يكونش باين لأخوه فقرر إن هو يدعو الناس ويقول لهم كل واحد يجرب يشوف التابوت ده إن كان مقاسه ولا لا. وكل الناس أو أغلب الناس اللي جربوا طبعا ما فيش حد التابوت على مقاسه، ما عدا أخوه لما نام في التابوت، التابوت على مقاسه وراح قفل عليه وخده وقطعه 42 قطع على عدد أقاليم مصر. ومراته إيزيس لما عرفت زعلت وغضبت جدا، وطلبت من الإله أمون رع إن هو يساعدها ويخليها على هيئة طائر بأجنحة علشان تقدر تروح ال 42 موقع أو ال 42 مكان علشان تلم الأجزاء بتاعة جوزها اللي اتقطعت، وحولته على هيئة أزورية، روح وليست جسد. دي اللي ورايا مقصورة الملك نختنبه الأول، وهو ملك بطلمي في نهاية الأسرة الثلاثين، ودي مقصورة حتحورية خصيصا للإله حتحور. وهنا بنلاقي ورانا أسدين مصنوعين من الجرانيت الوردي. وليه اختار الأسد؟ علشان الأسد بيرمز إلى القوة والصلابة. وهنا هنلاقي الإلهة إيزيس بتعمل عملية المباركة اللي هي بالرمز اللي هي بترمز بيه دلوقتي اللي موجود قدامكم.
وهنا غرفة المميزي اللي هي غرفة الولادة باللغة العربية، وبتتكون من ثلاث حجرات ملاصقين لبعض أو متابعين لبعض. وكانت الإلهة إزيس بتمكث في كل غرفة ثلاث شهور لغاية لما تتم عملية الولادة، يعني الثلاث غرف ثلاث شهور وثلاث شهور وثلاث شهور، يعني تسع شهور اللي هي فترة الولادة. والحيطة اللي ورايا دي أو المنطقة اللي ورايا دي منطقة السبوع. السبوع كان من أيام القدماء المصريين. فعندنا هنا الإلهة إزيس اللي هي تاني واحدة، وراها الإلهة حتحور، وقدامها سبع وصفات مسكين الدف، يعني زي ما يكونوا بيعملوا مراسم السبوع بالظبط، نفس اللي بيحصل معانا الأيام دي تقريبا. احنا هنا ورانا سبع مواويد للإلهة حتحور. فأول عمود بيكون وشها مكشر، وبعدين تبدأ تضحك شوية بشوية 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 لغاية لما تيجي عند آخر عمود وبتكون مبتسمة، وبتكون هنا خلاص تكون مرحلة الولادة انتهت. طب ليه سبع عمويد؟ علشان رقم سبعة كان رقم مميز عند القدماء المصريين، وكانوا بيستخدموه في أشياء كتير. النقوش اللي ورايا على الحيطة بتمثل أحد الملوك البطالمة، وهو بيسلم الإله حورس شعار التدويج، وراه الإله حتحور. والأبواب اللي ورايا دي هي كانت منطقة التخزين للمعبد، الستورج إيريا للمؤن بتاعت المعبد أو كل احتياجات المعبد كانت بتتخزن هنا. ولما المعبد كان في موقعه الأول اللي غرق كانت البيبان خشب، فطبعا البيبان دي خلاص المية بوظتها، وطبعا وزارة السياحة والأثار مشكورة عملت الأبواب الحديدية دي علشان تحافظ على المكان زي ما هو أو زي ما كان فيه الأبواب الخشبية اللي كانت قبلها. وفي وقت الحقبة القبطية جم هنا واستخدموا المعبد يكون مكان عبادة ليهم، وأنشأوا بالداخل كنيسة. وهنا احنا لو ناخد بالنا في صليب على اليمين وصليب على الشمال وانت داخل المعبد، ولما ندخل جوه هنشوف الكنيسة اللي هم بنوها. ودي منطقة الكنيسة اللي كانوا بنوها الأقباط لما جم واخدوا المعبد. ونشوف هنا المنطقة دي اسمها المسبح، ودي المنطقة اسمها المشكاة، ودي اللي كان بيتحط فيها الشموع علشان العبادة. واللي ورايا ده قدس الأقداس للإلهة إزيس. الكاهن كان يجي يفتح المكان، هنا كان فيه باب خشب، وكان الكاهن بيدخل المعبد بيفتحه ويدخل جوه يقدم الشعائر الجنيزية، وبعدين يطلع يقدم القرابين. واللي ورايا ده معبد الإله حتحور، وهو كان بيقدم فيه فقرات ترفيهية للمرتدين على المعبد، وكان الكلام ده عن طريق حد اسمه الإله بس. يعني الإله بس ده فعلا شخصية حقيقية، وكان هو قزم صغير وكان بيجي وبيعمل فقرات علشان يرفع عن الناس اللي موجودة، وكان بيقدمها بشكل كوميدي علشان تكون حاجة ترفيهية لزوار المعبد. ودي صورة الإله بس، هو ده الإله بس القزم اللي كان بيعمل ترفيه لرواد المعبد. وده المعبد بتاع حتحور، معبد الإله حتحور. واللي ورايا ده جوسق ترجان او مضيفة ترجان، وهو مرفق بالمرسى بتاعه بره ناحية النيل، وكانت المراكب اللي بتيجي محملة بالبضائع والمؤن للمعبد. فكان الوقت اللي بيدخلوا فيه العمال البضائع والمؤن من المراكب، فكان العمال والناس الموجودين على المراكب كانوا بيقعدوا في المكان ده ياكلوا ويشربوا لغاية لما البضاعة كلها تنزل، وبعدين ياخدوا المراكب بتاعتهم ويتكلوا على الله. كانت السفن بترسي هنا في المرسى وينزلوا البضائع، العمال يدخلوها في المخازن جوه، وكان العمال اللي موجودين على السفن بيدخلوا المكان ده ياخدوا ضيافتهم من أكل من شرب كل شيء، وبعدين خلاص المراكب فضيت ياخدوا بعضهم ويمشوا.
وهنا انتهت زيارتنا لمعبد فيلة في أسوان.